حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد أيمن زينل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مطار البحرين. مساء الخير سيد أيمن. مطار البحرين الدولي سجل زيادة ملحوظة في حجم الشحنات المتداولة خلال عام 2020 بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة النقل الجوي. ما هي العوامل التي ساعدت على هذه الطفرة؟ أولا أشكر لكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة. بالنسبة لسؤالكم حول الزيادة في حجم الشحنات المتداولة خلال عام 2020 بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، فالحمد لله يستمر الطلب على الشحن الجوي في مطار البحرين الدولي ويحقق معدلات قوية، فقد بلغ حجم التداولات تقريبا 300 ألف طن خلال عام 2020، وهي زيادة جدا إيجابية بالنظر بالطبع إلى الهبوط الحاد في حركة الشحن الجوي العالمي، والتي شهدت أيضا تقلبات كبيرة على مدار العام الماضي نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا. هذه الزيادة بنسبة تقريبية تبلغ حوالي 3.2% مقارنة بالعام الماضي 2019. وبالطبع هناك العديد من العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة. أولا وبلا شك تضافر جهود كافة الشركاء الاستراتيجيين في مطار البحرين الدولي الذين كان لهم دور كبير في هذا النمو، والأهم من ذلك أن مطار البحرين الدولي منذ بدء الجائحة في فبراير من عام 2020 لم يوقف عملياته سواء الصادرة أو الواردة على عكس مطارات أخرى في العالم. هذه الخطوة والتي جاءت بالتنسيق مع الفريق الوطني لمكافحة جائحة كورونا كانت أحد أهم الأسباب التي ساهمت أولا في مواجهة الجائحة، إذ كان المطار المنفذ الرئيسي لاستقبال شحنات المواد والأجهزة الطبية والوقائية والتي تستدعي النقل السريع عن طريق الشحن الجوي. نعم سيد أيمن، مع افتتاح مبنى المسافرين الجديد، ما هي التوقعات لحركة الشحن الجوي وكيف سيساهم هذا المبنى في زيادة حركة هذا النقل؟ كافة الأرقام الخاصة بحجم التداول في الحجم في الشحن الجوي تعتبر مؤشرات إيجابية، إذ ارتفعت ساعة الشحن في مطار البحرين الدولي خلال الفترة بين عامي 2015 و2020 بنسبة 17%، وهو ما يؤكد على قدرة المطار على استيعاب أحجام كبيرة من الشحنات. ومما لا شك فيه أن افتتاح مبنى المسافرين الجديد في يناير الماضي وأعمال التطوير الجارية في قرية الشحن الجديدة سيضمنان مواكبة المطار لأي نمو مستقبلي. ومن المتوقع أن افتتاح مبنى المسافرين الجديد سيسهم في سرعة تعافي حركة طيران المسافرين، والذي بدوره سيسهم في زيادة سعة الشحن الجوي. نعم، كان هناك تصريح لسعادة الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين عن طرح مناقصة لتنفيذ منطقة جديدة للشحن الجوي في مطار البحرين الدولي. هل لديك أي معلومات تود أن تطلعنا عليها بهذا الخصوص؟ نعم، تعتبر منطقة الشحن الجوي الجديدة التي تعمل شركة مطار البحرين على إنشائها شمال مدرج المطار جزءا مهما من استراتيجية النمو التي تنتهجها وزارة المواصلات والاتصالات بشكل عام، وعنصرا رئيسيا في مشروع تحديث مطار البحرين الدولي، كما تعكس الخطوات المهمة التي تتخذها شركة المطار لإصلاح وتنمية البنية التحتية ومضاعفة قدرة المطار على تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد. وبفضل المستودعات المتطورة التي سوف يتم إنشاؤها بإذن الله، ومواقف الطائرات والبنية التحتية الحديثة ذات الصلة، ستعزز منطقة الشحن الجديدة من قدرة مطار البحرين على استيعاب أحجام أكبر أضخم من الشحنات وبكفاءة أعلى وتلبية احتياجات عملاء الشحن السريع بشكل أفضل، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل. نعم السيد تفضل. نعم. تفضل سيد. كما يدعم هذا المشروع التنموي برامج عمل الحكومة الموقرة ومبادراتها الطموحة لتحويل قطاع الخدمات اللوجستية والشحن الجوي إلى أحد أهم القطاعات الاقتصادية النشطة في مملكة البحرين. نعم السيد أيمن زينل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مطار البحرين، شكرا جزيلا لك.